طلب عدد من طلاب الدراسات العليا الأردنيين في القاهرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخفيض مدة الإقامة الإجمالية المطلوبة للتخصصات الإنسانية في برامج الدراسات العليا بواقع شهر بدلا من شهرين. وكان الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة قد كشف عن تعديلات أجرتها الوزارة على تعليمات الاعتراف ومعادلات الشهادات الأجنبية. حالة من الجدل انتابت طلاب الدراسات العليا بالخارج بعد تعديلات أجرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن بشأن معادلة الشهادات الأجنبية، في مقدمتها تجزئة مدة إقامة طلبة التخصصات الإنسانية بالخارج بشهرين. بدنا توضيح من هم الطلبة الذين ينطبق عليهم هذا القرار، ويريت انه يكون يشمل الطلبه السابقين، يعني هذا القرار يكون يشمل الجميع، يعني مش يشمل فئه معينه، لانه هم اثاروا المشكله سابقا. لانه مده الدراسه وخصوصا الدراسات العليا ممكن تطول لغايه 5 سنوات، وبالتالي لو تم تخفيضها لمده شهر للتواصل مع المشرف خلال مده الدراسه. التعديل لم يتضمن التخصصات العلمية التي تتطلب مدة أطول، حيث تم الإبقاء على فترة الدراسة كما هي، لا تقل الإقامة عن فصل دراسي بواقع 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة. الطلاب من جانبهم طالبوا بأهمية تفعيل قنوات الاتصال بينهم وبين الجهات المختصة. لابد من شوية مراعاة يعني من وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص، تحديدا الإقامة وتسهيل معاملات الطلاب بالجامعات يعني. ويقدر عدد الطلاب الأردنيين الدارسين بالخارج بحوالي 20,000 طالب وطالبة، نصفهم على الأقل يلتحقون ببرامج الدراسات العليا. يأمل طلاب الدراسات العليا بالخارج أن يتم إعادة النظر في هذه الإجراءات قبل الموافقة عليها من اللجان المختصة، أو على الأقل طرحها للنقاش من قبل المسؤولين في الأردن. إسلام أبو المجد، المملكة، القاهرة. معنا رئيسة قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات السيدة أميرة عويمر، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. أبدأ معك أولا بالأسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار تخفيض مدة الإقامة. هلأ في البداية مساء الخير لإلك ولكل المشاهدين. بالنسبة لقرار اللي اتخذته لجنة المعادلة بخصوص الإقامة في بلد الدراسة لطلبة الدراسات العليا، هلأ في البداية كانت الإقامة لمصر متقطعة، كان يعني الطالب بيقدر يقيم إقامة متقطعة أقلها شهر، وبيقدر يقيم إقامة متصلة كاملة يعني يقيم كل المدة المطلوبة. في البداية كانت الإقامة أكثر مما هم بيقولوا، إنها كانت 16 شهر تقريبا، لكن بعد دراسة لهي التعليمات وبعد دراسة وإلحاح الطلبة قامت اللجنة بدراسة التعليمات لتخفيض الإقامة لهم، فأصبحت للتخصصات الإنسانية الإقامة سنة دراسية وتجزأ شهرين شهرين للطالب على أنه تتوافق مع الدوام الرسمي للجامعة، وأنه تكون خلال وقت الدراسي خلال سنوات الدراسي ما أمكن يعني. إحنا طبعا خفضناها شهرين شهرين مشان يقدر الطالب، خصوصا إذا كان موظف، يقدر يروح يشوف وظيفته، يقدر يشوف أهله. يعني إحنا مش حكر عليه أنه يقيم هناك ويضلك مسجون في بلد الدراسي، بتقدر تيجي وتروح وتشوف كل مثلا متطلباتك. طبعا هو المقصود من الإقامة أصلا لطالب الدراسات العليا أنه حتى يتواصل مع مشرفه أكثر وقت ممكن، ويشوفوا مثلا بدل ما يقدر يشوفوا مثلا مرة واحدة لما كانت 4 شهور مرة واحدة، يقدر يشوفوا 2 و3 و4، إنه يستفيد من مكتبة الجامعة، يستفيد من أعضاء الهيئة التدريسية، يقدر يتواصل مع زملاء العلم معاه. هذا المطلوب من الإقامة من الطلبة. طيب يعني هذا القرار هل سيطبق بأثر رجعي أم سيطبق على المشمولين تحديدا بتاريخ تطبيق هذا القرار؟ لا هلأ بالنسبة للإقامة لطلبة الدراسات العليا التخصصات الإنسانية أو التخصصات العلمية، طبعا التخصصات العلمية هي 16 شهر ولا مش 8 شهور طبعا، بيقدروا بس العلمية بجزها 4-4 لأنه نظام فصول. أما بالنسبة لطلبة الدراسات الإنسانية اللي بجزؤها شهرين شهرين حتى يتموا 8 شهور، هلأ في هذا القرار بيستطيع يقدروا يشمل الكل، السابقين على المقاعد الدراسي والهلأ يعني بدهم يلتحقوا يعني للجميع.
حتى يعني انه احنا سهلنا عليهم للسابقين اللي كانوا 4-4 يقدر كمان يجزئوا 2-2 زي الطلبة الحاليين. يعني حتى في التخصصات سواء كانت إنسانية أو علمية يستطيع التجزئة. نعم. يعني هي 8 أشهر للتخصصات الإنسانية. إنسانية و16 تجزأ على شهرين. نعم. و16 للعلمية تجزأ. نعم. على 4 أشهر. طيب. نعم. يعني هل هناك أي أثر سلبية من الممكن الحديث عنها لهذا القرار قد تلحق بالطلبة؟ هلا والله بصراحة بالنسبة لطالب دكتوراه أنا بقول ما في أثر سلبية، لأنه أنت كطالب دكتوراه لازم أنه أنت تقعد مع مشرفك أكثر وقت ممكن، لازم تستفيد من مكتبة الجامعة، تستفيد من ثقافة البلد، تستفيد من الهيئة التدريسية، من زملاء العلم معك. يعني أنت كطالب دكتوراه لازم تأخذ وتحصل على معرفة ومعلومات أكثر، فمطلوبة هاي الإقامة. حتى أنه يعني بشرط طي المعادلة معروفين، الاعتراف بالجامعة والإقامة في بلد دراسي، هدول شرطين لازم يحققهم الطالب. بعدين 8 أشهر لطالب دراسات إنسانية مش كتير، يعني تم تخفيض هذه طبعا هي كانت إنهم يقيموا 4-4، إحنا جزأناها شهرين 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 حتى يقدر الطالب يرجع يشوف وظيفته، يشوف شغله، يشوف أهله، يشوف مثلا إذا هون له مصادر علم بده ياخذ منها، يعني حتى يكون في عنده مساحة يتحرك فيها. أشكرك جزيلا رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات أميرة عويمر، شكرا جزيلا. كل العفو.